جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: لي سنتان ونصف أعمل في مزرعة، هل علي زكاة في مالي في هذه الفترة؟ جزاكم الله خيرا. إذا تحصل لديك مال من النقود وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فأكثر، تجب فيه الزكاة. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. نعم.